مرة في البلاد تم افتتاح تقنية شركة أجروبكس لمعالجة المياه العادمة، وذلك من خلال تطوير وتطبيق تقنيات معالجة مياه الصرف الصحي التي تتميز بتكلفة رخيصة. ويأتي هذا الافتتاح كجزء من مشروع ضخم بتمويل الاتحاد الأوروبي. Today we presented the value of water in the context of circular economy. In particular we presented the results of the Smart Plant Innovation Action that is partnered also by two important Israeli partners that are the SME Agrobics, a spin-off of the Galilee Society, and Mekorot, the water company of Israel. أحد المواضيع اللي اليوم رايحين ندرسها هي تطورات جديدة وهندسية وبيولوجية اللي حتى الهدف منها هو تخفيض تكاليف تنظيف المياه الصرف الصحي من النيتروجين. الورشة ككل تختصر في أبحاث وعلوم اللي هي تخص عنصر النيتروجين. عنصر النيتروجين هو عنصر أساسي في الحياة، بدخل في حياتنا بكل نواحي الحياة، فمن منها السلبية ومنها الإيجابية. والهدف اليوم كان هو أنه نسمع آخر التطورات في الأبحاث اللي تخص عنصر النيتروجين من الناحيتين الإيجابية والسلبية، وكيف ممكن، أهم شيء أنه كيف نتفادى التفاعلات أو السلبية، وخصوصا لما احنا نتكلم على موضوع المياه. كما وقامت شركة أجروبكس بجولة في معمل جديد في كرميئيل لتنقية المياه، حيث تنظم تقنية أجروبكس إلى سلسلة تقنيات وابتكارات التابعة للمشروع المشترك الهادف إلى تعزيز مبدأ الاستدامة واسترجاع موارد التي تتوفر في مياه الصرف الصحي. جولة اليوم هي خاصة لأن فيها افتتاح حاضن لا هوائي، اللي هو عبارة عن معمل لتنظيف المياه العادمة. الجزء هذا هو جزء مهم جدا في مجال بحث اللي هو عالمي بالأخص أوروبي تابع للاتحاد الأوروبي، يدعى هورايزن 2020 اللي هو أفق 2020. فيه يتم تطوير تقنيات اللي هي في كل دولة معينة بمساعدة معاهد أبحاث أو جامعات وشركات مع بعض تحت عنوان واحد، اللي هو أخذ المياه العادمة كمصدر للإنتاج للطاقة أو للمواد. يهدف المشروع إلى إيجاد طرق جديدة لتنقية المياه العادمة واستغلالها كمصدر للطاقة، وما يميز هذا المشروع هو اشتراك أكثر من دولة لمحاولة معالجة مياه الصرف الصحي. الاشتراك والتعاون يشدد على أنه بالرغم من كل الفروقات السياسية إلا أن الهدف الأسمى هو حياة الإنسان والمحافظة على البيئة.